أداء. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن موافقته على منح مصر دفعة ثانية قيمتها 1,250,000,000 دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. وتكلمت مديرة الصندوق كريستين لاغارد بالتهنئة لمصر حكومة وشعبا على ما تم تحقيقه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أكدت أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح في مصر تظهر تأييدا قويا لهذا البرنامج. وأشارت إلى أن جهود الحكومة المصرية والصندوق تؤتي الثمار المرجوة منها.